والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدمرات أمرا يوم ترجف الراجفة تنبأها رادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نهرة قالوا تلك إذا كارة خاسرة وإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إن ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلا أن تزكى صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لأنه يزكى أو يذكر فتنفعه ذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم سبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه وأنا صببنا الماء صبا ثم سقلنا الأرض سقا وأنبلنا فيها أبا وعنبا وقدبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منه يومئذ شأن يغنيه ووجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبصرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قدرة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أنثلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت
بأي ذنب قتلت وإذا بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت ألفت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان فلا أقسم بالخناس الجوار الكنس والليل إذا أسأل والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين متاع سمام وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بدون وما هو بكل شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتشرت وإذا البئر سجرت وإذا البئر كنترت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى يا أيها الإنسان ما غرك من ربك الكريم الذي خلقك فسواك فأدلى في أي شهرة ما ساركب كلا بل تكذبون كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تعملون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يلونها يوما وما أدراك ما وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله القول العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوهم يسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يحسبون كلا إنهم أروا بهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي إليين وما أدراك ما إليين كتاب مرقوم يشهده المقربون إن أبرار لفي النعيم على الأرائك ينظرون
تعرفوا في وجوههم نضرة النائم يسقون من رخيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تنم أين يسرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لدعون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل صيب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربك وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربك وحقت يا أيها الإنسان إنك كاره إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يخبر بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالسبق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق وما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وللذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يؤمنون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأحدود النار ذات الوقود إن هم عليها قعود وهم على ما يعملون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
تجري جنة تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك شديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فآل لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تعذيب وأمضاه من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وقول عظيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين صلب والترائب إنه على رجعه القادر يوم طول السرائر وما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فماهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أعرج المرأة فجعله غشاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وينسرك لليسرى فذكر إن نفعت ذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أولى من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تنشرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة آملة ناسبة تصلى نارا هامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأبواب مولوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبصوصة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر
فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشبع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي هجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي أوتاد الذين طغوا في البلاد. فأنصروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرشاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر ما ابتلاه ربه فأرمه ونأمه فيقول ربي أرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم وتعالون على طعام المسكين وتأكلون التراث أهلا لما وتهيبون المال بن جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أعلم يقول أعلمت ما لبدا. أينسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلن تهم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مضربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها.
ألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله فسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسينيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسينيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال إن الإنسان ليطغى أرآه مستغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يعلم
كلا لئن لم ينته لنرأي ناسيا ناسيا كاذبا خاطئة فليدع ناديه سندع زبانيه كلا لا تطيق وجد وقدر Oh.